السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونلتقي في برنامج التعليم الإلكتروني جامعة الإسراء في مساق Health Equality. نتحدث اليوم في موضوع Concepts of Healthcare Quality Management. Firstly, what is quality؟ يعني هناك كثير من المفاهيم حول الكواليتي. أحد المفاهيم المهمة في موضوع الكواليتي، quality is a degree or level of excellence. As you see, the performance either being poor, average, good or excellence. If we have to reach the quality, we have to go toward the excellence. Okay, degree or level of excellence. أي درجة وصلنا من جودة العمل؟ كلما تقدمنا من أداء ضعيف إلى أداء متوسط إلى أداء جيد ثم إلى أداء excellent. هذا معناته نحن رايحين في اتجاه الجودة. What's quality? Quality quality doing the right things right. انك تعمل الشيء الصحيح وبشكل صحيح. As you see, from the first time and every time. انت بتيجي تاخذ الفيتال ساينز للمريض بطريقه صحيحه، وبتعطينا قراءة صحيحة من المرة الأولى، وكل مرة بتمارسها طبعاً بنفس الطريقة حسب الستاندرد أوف كير. إذا دونت رايت ثينجز رايت فروم ذا فيرست تايم أند إيفري تايم، ذيس إز كواليتي. واتس كواليتي؟ كونفورمانس تو ريكوايرمنت. يعني المنتج يجب أن يطابق المواصفات. أنا حطيت مواصفات بناء على الكونسيومر ريكويرمنت، احتياجات المستهلك، حطيت له، فلازم أن يكون المنتج مطابق تماما لاحتياجات المستهلك. Quality is the freedom of deficiencies. فيش أي نوع من الخلل. لأنه أي نوع من الخلل قد يؤدي إلى تحطم المركبة. Freedom of deficiencies. ما في أي نوع من الخلل. طيب. How we proceed and respect quality. Quality should be measurable, perceptive and appreciated. What mean by measurable quality? Quality to be measurable should be compliance with standards. يعني في standards معايير جودة. Our work is conform to the standard. جاي تماما مع الستاندرد، هيك احنا بنكون الجودة. Clinically standards have the form of, for example, protocol that will help in setting expectation for patients and organization outcome. طبعا البروتوكولز، يعني مثلا نقول احنا في عندنا مريض بعاني من ضغط الدم، في بروتوكول للمانجمنت. انا لازم اكون ماشي بناء على البروتوكول. اذا انا بمشي على البروتوكول معناته انا بعطي النتائج المتوقعه، واللي هي طبعا بتكون نتائج جيده. Standards serve as guidelines for excellence. البروتوكول اللي انا حطيته يكون عباره عن guidelines لضمان ان يكون العمل بشكل جيد. Perceptive quality، تمام انا بشتغل صح، لكن هل الكونسيومر المستهلك متلقي الخدمه ويدرك انه انا بشتغل بشكل جيد؟
degree of excellence which is perceived by the recipient, observer of care, rather than by the provider of care. ماشي انا بقول اني بعمل جوده عاليه، لكن هل يلمس هذه الجوده علم متلقي الخدمه؟ انا بعمل عمليات جراحيه ناجحه، لكن هل المريض اللي انا بعمل عمليه بشعر بالراحه بكون هو سعيد حاسس بانه انا عمليتي فعلا ممتازه، انا عملت بها بطريقه ممتازه؟ طبعا بيرسيب او بيرسبشن اوف ذا كونسيومر او بيرسيبنت اللي هو مدخل خدمه مهم جدا عشان اقول انا بشتغل بكويتي. Degree of caring expressed by physicians, nurses and other staff on the physical environment and technical competence. هذول الناس اللي بيشتغلوا بكفاءة عالية بيعبروا لمتلقي الخدمة عن هذه الخدمة اللي أهل العملاء بتقدمها. هل في فرق بين المريض إنه هو يتلقى الخدمة وفي الآخر يقول فعلا أنا مرتاح، إنه يتلقى الخدمة يطلع بنفس الجهة لكن يقول لك لا أنا مش كثير سعيد ولا مرتاح. يعني المريض يدخل بيعمل عملية بتنجح، طب والله إن كان الأكل سيء، المعاملة سيئة، ما بين أنا بعمل عملية وبتنجح وبيقول والله المكان ممتاز، أنا بالتأكيد حأرجع أتعالج في نفس المكان. Appreciate the quality is the comprehension and appraisal of excellence beyond minimal standard. Requires the judgment of skill, experience, participate, practitioners, and sensitive caring personnel. يعني كيف هدول الناس السكيل والناس اللي عندهم خبره في هذا المجال بيحكموا على العمل وبقدروا طبعا لما يكون هذا العمل مطابق للستاندرز ولما يكون مقدم بطريقه جيده للاوبزيرفر بالتاكيد حيتلقى ابريشيشن. يعني زي مثلا مؤسسه بتعمل ريكوجنيشن بتعمل تعطي شهادات لاعتماد الجوده، يعني لما تيجي تشوف بالتاكيد حتقدر العمل وحتعطي اذا كان العمل مضبوط وطبقا للستاندرد حتعطي شهاده للمؤسسه هذه بالجوده زي ما صار مع جامعه الاسلام واحده الجوده الاكاديميه. طيب what we mean by health care quality definition. The degree to which the health care services for individuals and populations increase the quality of desired health outcome and are consistent with current professional knowledge of best practice. إلى أي مدى الخدمة المقدمة للأفراد تؤدي في النهاية إلى نتائج مطلوبة؟ يعني مثلا مريض دخل عندنا بيعاني من ابندكسايتس التهاب في الزائدة الدودية ونحن عملنا له كمان إجراء ابندكتومي، هل تم الإجراء بطريقة صحيحة؟ رفعنا له فعلا تشخيصه كان صحيح ولما فتحنا فعلا لقينا التهاب زائدة دودية وتم استئصاله بطريقة صحيحة والمريض بعد أسبوع روح بدون التهابات وعدوى دخل المستشفى. إذا كانت النتائج بالطريقة هذه فإحنا فعلا في اتجاه الكواليتي لأنه اشتغلنا بناء على الإيفيدنس بيس بناء على البروتوكول وطلعت نتائجنا ممتازة ومريض نروح في الوقت المناسب والكيوبانسي تبعته كانت وقت الصحيح معناته احنا اشتغلنا بكواليتي. طبعا العكس يعني انه ما في عندي كواليتي. فريم ورك اوف كواليتي ايش الاطار العام؟ في عندنا الاطار العام محطوط في مجموعه في كلمه ستيب سيف تايم افكتيف افيشنت اكويتابل اند بيشنت سنتر. هل نشوف مع بعض واحد واحد؟ What is right in healthcare? Two quality dimensions make it is right thing. Firstly, appropriateness,
مدى ملائمة، هل هو أبو بريد يعني متلائم مع احتياجات الكونسيومر؟ The degree to which the care intervention is relevant to the patient's clinical needs, consistent to the current state of knowledge. يعني إلى أي مدى الخدمة المقدمة هي مناسبة للمريض اللي أجاني وتم تقديم له الرعاية بناء على evidence base، على آخر ما توصلت له الأبحاث العلمية، بما يضمن أن المريض يأخذ العلاج بطريقة صحيحة. كيف يكون عندي أنا quality efficacy؟ efficacy the potential capacity or capability to produce the desired effect or outcome as already shown example drugs scientific research examples. يعني قابلية ما أنا أقوم فيه من عمل لتحقيق النتائج اللي أنا بدي إياها طبقا للإيفيدنس بيس اللي بنسميها إفيكاسي. إذا كان أنا البروتوكول تبعي اللي أنا بأشتغل عليه بشتغل عليه بطريقة دقيقة بتوصلني إلى النتائج المطلوب، معناته هذا في عندي أنا إفيكاسي في عملي. إذا عشان أحقق النجاح what is right in healthcare many two dimensions very important اللي هو appropriateness اللي يكون relevant to the clinical setting and clinical need يعني لما يحتاجه المريض، وثاني شيء انه يكون فعلا يؤدي الى النتائج المطلوب اللي مرجوه في حسب الايفيدنس بيس. How do you try كيف انا ممكن اعمل شيء بطريقه صحيحه؟ It quality dimensions must be achieved to do it right. اول حاجه availability وسكند تايم لاينز. Availability the degree to which appropriate care intervention is obtained to meet the patient's need. لأي مدى العلاج اللي أنا تكلمت عنه كان مناسب فعلا أنا قدرت أوصله للمريض. الأمر الثاني إنه لازم يكون تايم، يعني أنا مريض مثلا أجاني unconscious وبيحتاج سي بي آر، وتأخرت خمس دقائق عن السي بي آر دخل منه سبرين دمج، معناته الكلام انتهى، عملت بعدين أنا سي بي آر بطريقة مثالية لكن الوقت ما كانش مناسب، ما ندخل بين دمج انتهت المسألة على الفاضي. لازم أنا أعملها في الوقت المناسب، إذا كان العلاج أجي في الوقت المناسب معناته أنا بشتغل كواليتي، ما جاش في الوقت المناسب معناته أنا ضيعت المريض ومش في عندي بعد results. The degree to which needed care and services are provided to the patients at the most beneficial or necessary time. الوقت أكثر. مريض صار عنده كارديك أرست في الطريق كنا قلنا بصيرت الإسعاف على 120 وتأخرنا كالمريض كارديك أرستد طول الفترة وصل المريض ديث. لكن لو أنا عملت له السي بي آر في الشارع في نفس المكان كان معي الأدوات، معناته أنا ممكن المريض تبعي يشفى 100%. Effectiveness and efficiency مصطلحين مهمة جدا. الأول بياني إلى أي مدى أنا بحقق الأهداف اللي أنا بأشتغل من أجلها، والإفشنسي بيعني إنه أحقق الأهداف بأقل الإمكانيات الممكنة. Then the degree to which care is provided in the corrected manner بطريقة صحيحة given the current state of knowledge to achieve the desirable or projected outcome. يعني الأهداف الموضوع تم تحقيقهم، والله مريض بعاني من حمى وعملت cold compresses ونزلت حرارته معناته أنا كنت effective. Efficiency, the relationship between the outcome, result of care, and the resources used the delivered care. أنا بقدم رأي صحي وبحقق النتائج اللي أنا حققتها في البداية ولكن بأقل التكلفة الممكن. Safety, the degree to which the risk of an intervention. أنا ممكن أعطي علاج للمريض، أعطي له injection إذا كان استخدمت aseptic technique معناته أنا بشتغل safely، لكن إذا أنا اشتغلت صار في عندي sepsis عملت للمريض abscess معناته أنا أعطيته العلاج الصحيح بس يكون مشكلة. إذا أنا جي عملتش identification كويس للمريض وعرفت مين هو المريض بالضبط ممكن أعطي مريض تاني العلاج، وهيك أنا ممكن لو ما كانش في عندي surgical site محدد 100% جيت أقطع رجلي المريض
اللي فيها جانجرين وراح قطعت رجل اليمين اللي كويسه معناته انا عملت شيء في غايه الخطوره. اذا السيفتي واحد من اهم الدايمنشنز اللي انا لازم اخذ بالي منهم. كومبتنسي the practitioner's ability to produce both health and satisfaction of the consumer. كفاءة العاملين مرتبطة أساسا بأمرين، إنه أنا كيف بقدر أحقق للمريض احتياجه بنفس الطريقة بطريقة إنه المريض يكون راضي وسعيد، وهذه أهم ما يميز الكواليتي. الكواليتي أنا بتركز على البيشنت أو الكونسيومر ساتسفاكشن. كونتينيوتي، طبعا المريض دخل عند المستشفى وعالجته بعدك أطلعته، بدي أطلعه على المكان الصح عشان هو إيش يكمل العلاج في النهاية يحقق ما هو متوقع من استمرارية العلاج، في النهاية يصل المريض لوضع صحي المطلوب. لأنه لو صار في عندنا انتربشن مع المريض وما راحش على ما كملش في community organizations معناته أنا ممكن أصل المريض لانقطاع في العلاج كل يعني عملت له معه بعدين كان يسبب في النهاية ملوش أي جدوى. Respect and caring, the degree to which those providing service do so with sensitivity of the individual's need, expectation. يعني إحنا بنشتغل فيما يتعلق مباشرة نلمس احتياجات المريض وتوقعاته. هذا individual differences طبعا بالتأكيد كل إنسان مختلف عن الآخر، احتياجات الناس مختلفة. عشان هيك إحنا لما نبدأ نتعامل مع الناس بدنا نحقق الريسبكت، معناته أنا بدي أراعي الديفرنسز بتوين الناس، مش كل الناس عملهم بطريقة بنفس الطريقة. And the to which the individual or the design need is involved in his or her own care decision. طبعا أكثر المسائل الأهمية إنه يتم مشاركة الشخص اللي بتلقى الخدمة في اتخاذ القرار فيما يتعلق بوضعه الصحي. أنا بدي أجي أشرح له، أقول له أنت بدك تدخل عملية أو أنت بدك تمشي على العلاج، لكن فرص نجاح العلاج مثلاً تصل ل 60%، العملية ممكن تصل ل 85%، وفي النهاية هو بده يقرر بشكل نهائي إنه يعني هل عمليته هل يعمل عملية أو يأخذ العلاج. Definition of quality management. طبعا زي ما احنا تكلمنا سابقا قلنا a plan او في تعريفها a plan systematic organization wide approach to monitor analyze and improve the organization performance. يعني دائما الكواليتي مرتبطة كتير بالرقابة والتحليل من اجل الوصول الى الديفكتس واللي هي يعني احنا في حاجه الى تحسينها. الايم continuously improvement the quality of service and the desired patient outcome. لما احنا في حاجه الى او هدفنا من الكواليتي انه نحسن باستمرار عشان نصل لافضل outcome للمريض. الهدف have everyone in the healthcare organization committed and involved in the continuous improvement of the quality of patient care. وكيف احنا بنصل هذه بنسميها total quality management، انه يصبح كل الناس بيشتغلوا على الكواليتي ويصبح الكواليتي ثقافه البيئه او بيئه العمل، وهيك بنضمن انه نصل لحاله من الجوده العاليه. في عندنا مودلز للكواليتي مانجمنت. الموديل الاول ستراكشر بروسيس اوت كام. ستراكشر اللي هي يعني عباره عن الانبوت اللي هي تلزم لإنتاج الرعاية الصحية من الماتيريالز من البيرسونيل من الميجرمنتس من البلايسز من التولز كل هذه. طبعا هذا عشان بعد هيك بصير في تيجي كإنبوت في عندي
مجموعة من الإجراءات والبروسيسز والعمليات الإجرائية اللي هي بتشكل البروسيس. يعني بمجرد ما يدخل المريض بوابة المستشفى أنا مجهز كل شيء، لكن أول ما يدخل كيف بده يدخل المريض، وين بده يروح، مين بده يطلع له تذكرة، كيف بده يقيم حالته، وين بده يروح، على المناطق مثلا الخطرة، مناطق الخطرة ريد زون جرين زون، بعدين بده يدخل مثلا على العمليات. طبعا هذه إجراءات وبروسيس عملية مثل عشان في النهاية أطلع أنا بالأوتكم الصحيح. والأوتكم الصحيح إذا كانت البروسيس عندي، إذا كان الاستراكشر عندي كواليتي استراكشر بمعنى إنه كله حسب الستاندرز، كانت البروسيس معمولة أناليسيس وتحليل الموضوع بشكل صحيح، معناته الأوتكم تبعتي حتطلع بالتأكيد شغلة ممتازة وكواليتي. لازم يكون عندي دائما فيدباك من أجل تحسين البروسيس، من أجل تحسين الاستراكشر لضمان دائما جود أوت. زي ما قلنا الاستراكشر، ريسورسز، اكويبمنت، نمبرز اوف ستاف، كواليفيكيشن، ورك سبيس، مناطق العمل، يعني كل ما هو مطلوب من اجل انتاج الخدمه بشكل صحيح. البروسيس اللي سيلز اوف اكتيفيتي انتدد تو برودوس سبيسيفيك اوتكم، الخطوات الاجرائيه اللي احنا بنعملها عشان احنا ننفذ الرعايه بشكل صحيح. Clinical process, care delivery process, administrative process، الجانب السريري، الجانب الإداري في العملية، البروسيس itself يعني كيف يتم توليد الرعاية، هذه كلها طبعاً تدخل في نطاق البروسيس. The outcome, clinical, functional and perceived. طبعاً clinical هو الأوتكم السريع، الاوتبوت، يعني انا دخلت المريض واعطيته علاج، فايش ممكن يظهر عليه كلينيكال؟ انا عملت له كولد كومبريسز، نزلت حرارته. الفانكشنال لونج تيرم هيلث ستاتس اكتيفيتي اوف ديلي ليفنج، يعني انا غيرت سلوك المريض، مثلا مريض سكري غيرت سلوكه، بدل ما كان باكل كميات كبيره من الدهون والكوليسترول ما فيش، اصبح اموره تمام واصبح منتظم في حياته. اخر حاجه اللي هي الافكت، الاثر، بيرسيف بيشنت ساتسفاكشن، انه المريض بعد ما تحسنت اموره اصبح هو منسجم ومبسوط، حاس ان اموره اصبحت جيده. هذه طبعا ايش الاثر البعيد، بيرسيف اللي بيشعر في المريض يكون هو ساتسفاي لانه حقق النتائج المرجوه من خلال العلاج الصحيح، من خلال المعامله الصحيحه اصبح المريض بيري ساتسفاي، هو شفي وتعامل بطريقه صحيحه. قصيت في البروسيس، طبعا البروسيس زي ما احنا تكلمنا قبل شوي قلنا عندي انا سبلايرز، يعني كل الانبوت اللي انا بشتغل فيه، سواء هيومن ريسورسز، سواء بليسز، سواء ماتيريال، سواء كل هذا انبوت. طبعا من خلال البروسيس انا بشوف اذا كان بيلزمني انبوت، برجع فيدباك حسب النيد، بعمل فيدباك ممكن اغير واجدد وازود. طبعا بعدك البروسيس الخطوات الإجرائية اللي بستخدم فيها الانبوت من أجل إنتاج الأوتبوت. طبعا أهم شيء نأخذ رأي الكونسيومر، إيش احتياجه في البداية لما أنا بعمل تخطيط، وبعد ما أنفذ أخذ الفيدباك تبعه أساس أنا أضمن إنه في النهاية يكون الكونسيومر اللي هو مكان الحكم على الكواليتي يكون هو بشكل راضي، وأكون أنا فعلا قدمت الرعاية بشكل كواليتي. طب مين هو الكونسيومر؟ انا في عندي كونسيومر، انترنال كونسيومر، وفي عندي اكسترنال كونسيومر. الكونسيومر از وان هو ريسيف سيرفيس، هو الشخص اللي بيتلقى الخدمه. It is a concept utilized in total quality management philosophy to identify the need, expectation and the reference of all who are affected by the healthcare سيرفيس وي بروفايد. يعني هذا المصطلح اجى مع الموديل اللي هو الكواليتي، توتال كواليتي مانجمنت، كونسيومر ايش احتياجاته عشان انا اخطط له ان احققها، ايش توقعاته عشان اكون انا بمستوى توقعاته، ايش هو بفضل عشان اجيب له خدمه يعني تناسب. كونسيومر ار اور ديبندنس،
ديرلي اون اس فور سيرفيس هون، وهدول الناس المعتمدين علينا وبتلقوا من عندنا الرعايه الصحيه. طبعا في عندنا اكسترنال كاستمر انكلود ذا بيشنتس فاميلي اند اذر اوتسايد ذا اورجنايزيشن، هدول اللي بيجوا من خارج المؤسسه تلقوا الرعايه، هم هدول الناس البير اللي بيدفعوا مقابل الخدمه. زي ما قلنا وفي عندي ذا كونسيبت اوف انترنال كونسيومر. الانترنال هم الناس اللي بيقدموا الخدمه لكن بتلقوا منا رعايه، يعني انا باجي موظف عندي بتلقى مني رعايه، بتلقى مني مواد وماتيريالز عشان هو يقدر يقوم برعايه، بس هم مرات بده يونت للمريض، يونت اللي تكون فيها مستهلكات طبيه، فانا بجيب المستهلكات الطبيه بطريقه صحيحه، بدي اخذ رايه فيها، هل هي مناسبه ولا مش مناسبه؟ هل هو بيقدر يشتغل فيها بشكل، هل هو راضي عن المكان اللي هو بيشتغل فيه؟ فطبعا الانترنال كونسيومر لا والساتسفاكشن تبعه لا يقل اهميه عن الساتسفاكشن تبع الاكسترنال كونسيومر. فين دي موديل بلاننج controlling and improvement. Quality planning, identifying and prioritize the consumer and their needs in a particular process. في أي عملية إجرائية أنا بدي أقدمها لازم في البداية أخطط إيش احتياج المريض؟ أعمل لها أولويات وأحط أولويات اللي هي بتهم المريض أكثر من غيرها على سلم الأولويات، لأن قد تكون إمكانياتي لا تسمح بإعطاء كل ما يلزم، لكن انا بدي احط الاولويات الشيء اهم للمريض وارتب اولوياتي. بدي اعمل في البلاننج ايدنتيفاينج ذا بروسس ايشو ذات افكت ذا اوت كم، كيف البروسس تبعتي اللي انا ممكن في النهايه احقق فيها الاوت كم المناسب. سيت ذا كواليتي امبروفمنت جولز، ايش اهدافي لتحقيق افضل جوله. اف نو سيستم اور بروسس اكزيست ديزاين، يعني اذا كان ما فيش عندي سيستم واضح بدي اعمل نظام واسس له النظام يكون هذا النظام في الاخر يحقق حاجه المريض بيطلع لي الاوتكم بطريقه افضل طريقه ممكنه. ولكن ميجرين كنترولين زي ما قلنا احنا في البدايه، لو فيش كواليتي بدون ميجرمنت. عمليات احصائيه بحصي فيها بعرف حالي انا وين رايح بشتغل صح او غلط. اذا انا بحسبش معناته انا فيش عندي كواليتي من اصله. ميجرمنت بدي اقيم شغلي واعرف لاي مدى انا بشتغل بطريقه صحيحه. ميجرمنت اكشوال بيرفورمانس بقيس الاداء تبعي. From measuring the key process and the outcome measures. أقيس شغلي وأشوف الأيام مدى أنا بشتغل بشكل صحيح. This will help advertising board penalty for quality. كل ما قيمت صار عندي فرص للتحسين، يعني بعرف وين الإشكالات بتواجه العمل وتطلع لي نتائج فيها إشكالية، بروح أنا بصلح لك. لو أنا ما قستش عمل الأوتبوت وشفته عملت بالميجرمنت فطبعا مش عارف من خلال عشان هيك مش هقدر اصلح. Identifying comparable or predicted process performance quality goals. هل ما نتج هو ناسب للكواليتي جولز ولا انا بدي اعمل شغلات اخرى احسن منه. Describe the variability، يعني انا مثلا لاحظت انه مرضى عندي بيجوا بدخلوا، واحد بيقول 10 دقائق عند الطبيب، واحد بيقعد ساعة، واحد بيقعد ربع ساعة، طيب ليش الفاريشن هذا؟ هل في له أسباب حقيقية؟ ولا في عندي هدر للوقت وفي عندي تأخير في الدور للمرضى؟ يعني لازم يكون المين تبع المريض مثلا ربع ساعة، بدي أسمح 5 دقائق فاريشن، لكن مش نص ساعة. إذا في نص ساعة معناته في سبيشال كوز بدي أشتغل عليها، يعني مثلا والله أجي داخل المريض، روح جيبوا لي بالله جهاز الضغط، وين جهاز الضغط؟ ليش مش موجود؟ طب روح نجيب جهاز الضغط، والله جهاز الضغط مش موجود، جهاز اللي عندنا خربان، روح استلفونا جهاز. المريض قاعد نص ساعة، طبعا سبيشال كوز لازم اعمل على غيره عشان انا الفاريشن يكون بين مريض ومريض يكون في المين في المعقول. وورك امبروفمنت يوز كولابريتيف ابروتشز تو امبروف ذا سبيسيفيك بروتايزنج بروسيس. بدي انا كل الناس اللي بتشتغل اشوف ارائها واستفيد من خبراتها وقيس الاداء في النهايه اجمع كله من اجل ان احط اهداف بعد ما اعمل analyzing analyze the cause of the process failure and variation. شوف انا ايش الفاريشن، ايش اسبابها، ليش في عندي امور مختلفه بطريقه اكثر
وبعيد عن المين المتوقع، لازم توصل زي ما قلنا مثلا زياره المريض تكون مثلا ربع ساعه. ليش انا في عندي نص ساعه مريض استنى؟ ليش المريض اتاخر في الدور؟ طبعا هذه كلها اشوف ايش اسبابها واعالجها، خلي الناس كلها تكون ضمن المتوسط الانتظار مثلا المناسب. لاحظ انا جرى التريولوجي هنا، انا ما كنت بعرف لاني ما قست، افكر حالي انا احسن واحد، انا مش عارف ما قستش ادائي، ما جبتش ستاندرد. يعني مثلا المرضى عندي 10 مرضى بقول لهم مثلا 3 ساعات والاطباء بيشتغلوا والشغل ماشي وانا بفتكر انه انا بشتغل صح وما فيش عندي هدف في الطاقه. انا اخذت الامر لما نجي احط ستاندرد للشغل وروح اتقسم المين تبعي لقيت في عندي فاريشن كبير. مريض بقعد مثلا 5 دقائق عند الطبيب، مريض بقعد ساعه. ليش طب بقعد ساعه؟ ليش المتوسط عندي عالي؟ لما بديت عملت اجراءات الجوده تبعتي نزل المين له. اذا هذه المساحه من هان لهان اللي هي الكوست اوف بور كواليتي، هذا كله كان هدر، هذا كله كان هدر، لان انا خليت المين من هان لهان. المين المتوسط تبعي كل هذا كان هدر، انا ما كنت بعرف انه انا باهدر بضيع في الريسورسز تبعتي. هذا الكوست اوف بور كواليتي. لما انا وصلت لهنا نزلت المين اصبح هذا هو النفقات تبعتي كانت متوسطها عالي. لما عملت بديت اقيس وحدد متوسط النفقات تبعتي ادركت انه في عندي انا مشكله تناسبش مع، حطيت كواليتي جول اني انزل متوسط النفقات، فقدرت انزل متوسط النفقات. طبعا هذه المساحه كلها عشان هيك بعض الناس بيقولوا كواليتي از فري، يعني كواليتي ببلاش، لانه انت في النهايه لما تعمل كواليتي بتروح انت بتحقق مكاسب، هذه المكاسب انت كنت بتخسر كثير، صح دفعت عشان تصل لبود كواليتي، لكن اللي دفعته لما انت تيجي تحسب قديش انت تخسر، كنت تخسر في الباد كواليتي، هتلاحظ انه دفعته يعني اجى لمصلحتك، عشان هيك الكواليتي طلعت فري ما طلعتش ثمن، لانه الثمن هو كان اعلى في حاله البور كواليتي. شكرا جزيلا ونشكركم على حسن يعني استماعكم، وان شاء الله تكونوا استفدتوا في المحاضره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.